سلام، شهركم كامل بخير بعد الصلاة والسلام على رسول الله. نقول كل وحدة دخلت لقناتي مرحبا بك، ألف مرحبا وسهلا بك حبيبتي. بسم الله، اليوم حين نعملوا هذه الوصفة اللي تجي بزاف بنينة، فيها 3 حبات تاع البيض وربع كاس تاع السكر عادي. هذه الوصفة تجي بزاف بزاف بنينة. كاين اللي يعرفوها عندي هنايا لافاني. نخلط هذاك السكر مليح مع البيض حتى نحسو يعني نوعا ما هذوك الحبيبات بداو يذوبوا هكذا بالفوي برك، ما كان نستخدموا الخلاط الكهربائي، يعني ما نسحقوش فيها بزاف تخلاط. وعندي هنا كاس ناقص اسبوعين تاع الزيت، يعني ماشي نص كاس، كاس غير ربع تاع الزيت. نخلطوه، وبنفس الكاس رايحه نحط نص كاس تاع الحليب. هكذا نخلط هذيك الزيت ونزيد هنا نص كاس تاع الحليب. حليب ما يكونش سخون وما يكونش بارد، يكون بدرجة حرارة الغرفة. هنا عندي كاس تاع كاوكاو مطحون خشين محمص اكيد بالقشور، يعني خذوا كمية تاع كاوكاو حمصوها في مقلاة ويعني بالقشور ورحوها تكون خشينة. وعندي 3 مغارف هنا تاع فارينة، اللي ما عندهاش الفارينة تقدر تعوضها بالمايزينا، اللي ما عندهاش المايزينا تقدر دير سميدر رقيق، المهم سلكو ريسانكم. هكذا باش تجيكم هاد الوصفة يعني سهلة ومقاديرها تكون متواجدة. وعندي هنايا كاس تاع لا شابلوغ ولا خبز محمص ومطحون، ولا حطوه يعني في بلاصة تكون الظل وخلوه حتى ينشف مليح ورحوه. هنا عندي باكي تاع خميرة الكاطو ولا خميرة الحلوى، وزن 10 غرام. اذا حبيتو ديرو يعني عندكم تاع الميزان حبيتو ديرو بالمغرف، ديرو مغرف تاع ماكلة، ما تكونش معمرة بزاف بزاف، تكون معمرة ممسوحة. هنا نخلط ونشوف اذا خصتني لا شابلوغ نزيد، على بالكم الخبز يعني بالخف يتشرب وينشف، ضيفوا بلا قلبرك. خلاص انا هنا راني نشوف القوام تاعها مليح، اني شعل الفرن اكيد على 180 درجه. راني وريت لكم شحال بقى لي خبز. هكذا هنايا عندي هاد الصينيه اللي طول على العرض تاعها 25 على 25 سنتيمتر، درت لها شويه تاع زيت ودرت لها شويه تاع فرينه باش من بعد ما تلصقليش. ونحبط كامل هذا الخليط نحطه في السنيوه هكذا، يعني تكون عندي الوصفة واجدة، فقط نحطها الطيب. يعني هنا رايحة تبان لكم رقيقة مع يعني فيها باكيت على ليفيغ شيميك، هاد الوصفة تطلع وتجي بزاف بزاف بنينة. هاد الوصفة كنا نديروها من زمان وعلى بالي بلي كاين اللي يعرفوها، وانا نقول لكم بلي هاد الوصفة بابا ربي يرحمه ويوسع عليه كان بزاف بزاف يحبها. يعني كل ما نتفكر هذه الوصفة ولا نديرها نتفكر وجهه، ادعو له ألف رحمة ونور تنزل عليك يا بابا الغالي. حبيبتي هنا عندي كاس تاع العسل، إذا حبيتوا تخدموه في الدار راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تاع العسل صنع منزلي. نستسمح منكم أنا هنا تكون درت كاس ونص تاع العسل، في التصوير كانت تحذفت لي المقطع. كاس ونص تاع العسل مع فنجال تاع ماء الزهر، نحطوهم على النار حتى برك يعني يذوبوا. هكذا حبيبتي كاس ونص تاع العسل، ها هو الكاطو تاعنا بعد ما طاب وتحمر، شحال له من الفوق ومن التحت حتى خذا لي تحميره. راني وريت لكم هنا العسل باللي ماشي سخون، كاس ونص تاع العسل مع فنجال تاع ماء الزهر، فقط ذوبتهم حوالي 5 ثواني برك على النار، الكاطو سخون والعسل بارد، وشربوه بهذه الطريقه. هكذا حطوا له كامل كميه العسل، كاس ونص حطوها كامله. هنا من الاحسن ما ديروش الشربات، شربات ما تجيش بنينه في هذه الوصفه، ديروا عسل تاع برا ولا خدموه كيما قلت لكم، ولا مال فين تخدموه نتوما اخدموا به. حطوا كاس ونص تاع العسل مع فنجان تاع المزهر دفوهم برك. حبيباتي هنا وصفتنا كانت واجده بعد ما بردت، على قد ما تتشرب وتخلوها. انا قطعتها برك، يعني هنا كانت قطعت لي حوالي 16 قطعه فوالا، قطعتها مربعات زينتها فقط بشويه يعني
تاع لوز إيفيلي و أنصاص تاع سوغيس كونفي ولا كرز مصبر. حبيبتي هنا راح نقرب لكم أكثر باش تشوفوها كيفاش تجي معسله وتجي بزاف بزاف بنينه. جربوها يعني ملينا من لي بات سابلي، مني ذاك نكرهو نحبو نبدلو. مام هذه يعني تقدروا ديروها مع فنجان تاع لاتاي مع العشيه، الله الله تجي بزاف بزاف بنينه. حبيباتي في اخر الفيديو نقولكم جربوا الوصفه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هاي ليك خلوها بك تشرب مليح، على قد ما تريح على قد ما تتشرب. قربتها لكم هنا اكثر، ما بقى لي غير نقولكم نتلاقى بكم في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش بالجام ودعوا البابا بالرحمه، الف رحمه ونور تنزل عليه.